السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتعرف اليوم على طريقة تغيير لغة النظام من الإنجليزية إلى العربية أو من الإنجليزية إلى الفرنسية. ندخل إلى Control Center. Control Center هي تحكم أو هي تشبه Control Panel في الويندوز. نبحث عن اللغة، انستال رموز اللونج او تثبيت والغاء تثبيت او حذف لغة، نضغط عليها، نكتب كلمة سر، تفتح لنا النافذة، نضغط اضافة، نبحث عن اللغة الجزائر العربية، نضغط انستال أو تثبيت، ثم نضغط على تغيير اللغة، ثم تغيير المنطقة، ونقوم بتشغيل الجهاز كي يتغير من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. بعد تشغيل النظام والدخول إليه من جديد، تجد هذه النافذة، يطلب منك تحديث أسماء، تحديث ولا حدد الأسماء. نقوم بتحديث الأسماء كي تتغير إلى اللغة العربية. تحول من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. أصبح كل شيء من كان على اليسار، أصبح كل شيء على اليمين. القائمة أصبحت على اليمين. وشكرا لكم على المتابعة.